أيام مدرسة التدريب على السمع والنطق هي مدرسة للصوت. امبارح كنا عاملين اجتماع لكل الأهالي تبع تلاميذنا، وشعارنا السنة أخذناه هو اسمه بيت مفتوح عايش بسلام. حطينا living peace بقلب مشروعنا السنة بالمدرسة، وحطينا ست نقاط امبارح فسرناهم للأهل وقلنا لهم إنه بلشتوا هذا المشروع معنا لأنه نحن رح نعيشه مع أولادكم هالسنة.